الشعار مع هذه اللحظات حاملة الغربية 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 الإعصار الغربي عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري ما شاء الله وتبارك الله. أتوقع أنها سجلت ظهرت جاءت هنا لتكون مع هذه اللحظات إنجازات تبدأ مع هذا الشعار شعار الإعصار الغربي دائما بكل تحدياته وبكل انطلاقاته. سلام يا الغربية سلام سلام يا الغربية سلام سلام الأداء المميز اللي أعلن انطلاقتي أول السيارات ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على هذه الانطلاقة وهذه اللحظة المثيرة. ولكن أرى خط النهاية يقترب هنا من خلال ضي. ولكن خلاص الغربية سجلت الناموس الأول. المركز الثاني غي حمد بن علي بن حامد الدويبي والمركز الثالث الغربية تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. لكن الدكتور عنده كلام ثاني مع مزن محمد بن سلطان بن رشيد الاجتبي تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام مزن والغربية الغربية تعود إلى مقدمة هذا الشوط. تبى السيارة الثانية في هذا المساء والنقطة الثانية إلى هال الغربية. يا سلام هبت هبوب الغربي مع الغربية إلى مقدمة هذا الشوط. وبنقول سلام 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 عليكم يا أهل الغربية واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة. من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر مع الإعصار الغربي إلى أهل الغربية تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على فوز الغربية بالمركز الأول. للمركز الثاني مزنة للسيد محمد بن سلطان بن رشيد. كيت للسيد عبد الله بن محمد بن دحروي العامري. ومن الجانب الاخر من ولكن شهيد لهنا لراشد بن سعيد بن منانه على المركز الثاني والثالث في المراكز. وهاد حمد بن علي بن حامد لوهيبي وهناك عراك صالح بن حمد بن هامله المري من ياتينا على المركز الرابع. يا سلام وتحديات جميله تحديات متميزه لمن الفوز لمن الناموس هنا بهذا الانطلاق. ولكن جياش المسيطر على زمام الامور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. ولكن شاهين لسيد راشد بن سعيد بن منانة السويدي وجياش ولكن الله القادم شاهين صالح بن ناصر بن محمد الكريبي الموصل. ولكن جياش سلام من رغم سلام على هذا الفوز الجميل. تهانينا لعبد الله بن محمد بن دحروي المركز الثاني. ولكن أرهني حبشان أرى حبشان من يتدفق. يا سلام يا سلام يا سلام المرة الثالثة في هذا المساء الجميل. يا سلام هناك حبشان يتدفق نفطا وهني حبشان يتدفق على مقدمة هذا الشوط ورقصا على مقدمة الشوط منذ البداية بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. أظنها النقطة الثالثة في هذا المساء في هذه الأمسية التراثية الجميلة. يا سلام بدون أي أوامر حبشان مع المقدمة مع الصدارة. تهانينا لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على فوز حبشان بالمركز الأول. وعلى فكرة بدون أي أوامر تذكر يصل إلى خط النهاية. تهانينا لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري اللي وصل المركز الثاني لعبد الله بن سالم الذعلوب المركز الثالث لحمد بن محمد المرار.
البريدي وخلني الغربية اخواني، خلاص الغربية، الغربية المركز الاول يا ابو عدنان. خلنا مع الصدارة، مع منطلقة، مع هذه اللحظة، مع هذه الاثارة. الله 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 الله، الغربية الغربية، غربت الغربية هنا، غربت الى الغربية. سلام يا الغربية، سلام سلام وتحية الى الغربية، الى الغربية اللي تضيف ايضا رابع النقاط، تحمل هذه الإثارة. 5 كيلومترات ما شاء الله انطلقت من بعد نقطة الصفر 1200. والله الله 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 الله، خلاص خط النهاية ينتظر، ونقول تهانينا والناموس يا عبد الله بن محمد يا بن زايد يا المنصوري، وسلام يا الغربية، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني عبد الله حمد بن جار الله البريدي مع يا سلام. المركز الثاني خيره خيره للسيد حمد بن راشد بن سعيد برايه المري، يا سلام، تغير وتنتقل الى المركز الثاني. لكن الغربيه الغربيه ما تنازل عن المركز الاول، ها هي الغربيه، يا سلام الغربيه مع رقم واحد. وبدينا نحلق على اجواء ميدان المرموم، والهبوط تدريجيا الى مدرج المرموم، والسياره الخامسه تهبط الى اهالي الغربيه. مع الغربيه سلام سلام عليكم يا اهل الغربيه، واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبه من هنا من ارضيات ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني، خيره للسيد حمد. مرموق عبيد بن سلطان بن رشيد الكتبي، الله الله الله، يا الثلاثه الثلاثيه المقدم، يا سلام. الغربي لا زال الغربي وقادم، مرموق مرموق والغربي، الغربي ومرموق، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مرموق يتسلل والغربي مصر، ولكن مرموق ينتزع ناموسي هذا الشوط في ال 400 متر الاخير. اشكرك يا سلام دكتور الاصاي عبيد بن سلطان بن رشيد الكتبي، هو اللي يقدم لنا هذه النوعية الجميلة. وعاد مرة ثانية الغربي، عاد مرة ثانية الغربي، عاد مرة ثانية الغربي، مرموق والغربي، السيارة ناموس هذا الشوط في صراع قوي، في تبادل مراكز قوي. يا سلام الأمتار الأخيرة، يا العوير 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 العوير، يا سلام. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام، عبيد بن سلطان بن رشيد على فوز مرموق بالمركز الأول وانتزاع ناموس هذا الشوط. الغربي في المركز الثاني. السيد سالم بن حمد بن زفنه العفاري، وانير قادم، انير قادم للسيد محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي، من ياتي على المركز الثالث. رعد في المركز الرابع علي بن خليفه بن سلطان بن رشيد، وهناك ايضا ياتينا المرعوش لمحمد بن معتوق العامري، من ياتي على المركز الخامس وسادسا الغربي عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، سابعا شاهين مبارك بن راشد بن منينه الشامسي، وقدوم هنا ايضا من شعار علي بن حمد بن مجارح المري، من ياتينا مع مبعد ولكن انير المسار الى العوير، ما شاء الله. ها هو مشاهدينا الكرام انير، من يتسلل على صداره، على المقدمه، على المركز الاول. سلام 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 للعوير على هذا الاداء الجميل. تهانينا للسيد محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي، ومشكور يا دكتور الاصايل على هذا الأداء الجميل لأنير. المركز الثاني نشوان لعبيد بن سلطان بن رشيد المنصوري.